الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب تجويز صلاه الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. في هذا الباب بيّن المصنف رحمه الله تعالى وقت صلاة الضحى. فوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الوقت الذي ينتهي فيه وقت صلاة الضحى بالتحديد بالوقت المعاصر، فمنهم من حددها بربع ساعة، ومنهم من قال نصف ساعة، ومنهم من قال 10 دقائق، وهذا هو الأقرب. فالذي ذهب إليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه قبل صلاة الظهر ب10 دقائق. وعلى كل حال، فوقت صلاة الضحى وقت طويل من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر، فهو وقت طويل والأجر فيه عظيم، وأفضله أن يكون في آخره. أفضل الصلاة في وقت الضحى أن تكون في آخر وقت صلاة الضحى عندما ترمض الفصال، كما سيمر علينا في الحديث إن شاء الله، عند اشتداد الحر، هذا هو الأفضل. ولكن هذا في من طمع أن يصلي في هذا الوقت. أما من خاف أن يفوته الوقت ولا يصلي، فليصلي في أول الوقت كحال صلاة الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة الوتر الأفضل أن تكون في آخرها، ولكن من طمع أن يقوم في آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل. وقد أوصى بعض الصحابة أن يوتروا قبل أن يرقدوا، لأنهم لا يطمعون يقوموا في آخر الليل. كذلك صلاة الضحى، إذا طمعت أن تقوم في آخر الوقت فهذا أفضل، خشيت أن لا تدرك الوقت بسبب عمل، بسبب انشغال، فصلها في أول وقتها حتى لا يفوتك الأجر. فهنا قال رحمه الله: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. والأواب هو المطيع الرجاع إلى الله عز وجل. فصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل بحيث لا تتحمل حرارة الأرض، وهذا عند اشتداد الحرارة في آخر وقت صلاة الضحى، فهذا هو أفضل وقتها أن تصلى في آخر الوقت. ولو صلىها في أول الوقت لا بأس، وقد يكون في حق من صلىها في أول وقت أفضل إذا كان يخشى أن لا يصلي في آخر الوقت. وعلى كل حال، فصلاة الضحى غنيمة باردة، عمل يسير وفضل عظيم. وبعضنا قد يجلس الصباح كله، إما في جلسة مع الناس أو في عمل أو في كذا، ولكنه لا يصلي ركعتين يركعهما لله عز وجل، لا تأخذ من وقته دقائق معدودة. فمن وجد فرصة، خاصة لمن كان يجلس الصبح دائما إما لعمل أو للشغل، إن وجد فرصة فلا يفوت هذه الفرصة. وهذا قد يحدث كثيرا، قد يكون الموظف عنده وقت طويل ليس عنده شغل، فتجده على الجوال أو على غير ذلك من المشغلات والملهيات، ولا يكلف على نفسه أن يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين. نعم، إذا تعارض الواجب، العمل الواجب مع صلاة الضحى، فقدم العمل الواجب، لكن إذا وجدت فرصة وخلصها في الوقت فلا تفوت صلاة الضحى. وأما المغبون الذي يجلس الصباح كله من غير شغل ولا عمل، وإنما قيل وقال
وتقليب في الجوال ولا يركع لله ركعتين في هذا الوقت المبارك. فالمسلم الكيس الفطن عليه أن يحرص على هذه الغنائم الباردة التي جعل الله عز وجل فيها العمل قليلا والأجر عليها كبيرا. نعم أعمارنا قصيرة، ولكن الأعمال التي ميزت بها هذه الأمة كثيرة جدا بسهولة العمل وعظيم الأجر. وهنا مسألة متعلقة أيضا بصلاة الضحى، وهي صلاة الإشراق كما يسميها الناس. فيقال ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإشراق، وإنما الصلاة التي تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح هي صلاة الضحى، ولكن الناس يسمونها صلاة الإشراق. فإذا جلس في مصلى بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم صلى ركعتين، فهاتان الركعتان هما صلاة الضحى. ولكن ورد فضل في هذه الصفة، إذا جلس بعد الفجر حتى تخرج الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين، ورد في الحديث أنه كأجر عمرة وحجة تامة. وهذا الحديث مختلف في صحته، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه، ولكن أصل الجلوس ثابت كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، هذا في صحيح مسلم ثابت. وأما الأجر المترتب بأن يجلس حتى ترتفع قيد رمح ثم يصلي ركعتين كأجر عمرة وحجة تامة، هذا الذي اختلف فيه العلم هل ثابت أو غير ثابت. ولكن على كل حال من جلس وصلى الركعتين فإنه فاز بالجلوس، وفاز بأنه صلى ركعتي الضحى في أول وقتها، وهذا لا شك أنه أجر عظيم وأجر مبارك. ومن المسائل المتعلقة ونختم بها الكلام على صلاة الضحى، هل هناك ذكر وارد بعد صلاة الضحى؟ الأصل أن الأذكار مختصة بالفرائض، وأما النوافل فقد ورد في بعضها كصلاة الوتر مثلا، ورد فيها ذكر بأن تقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. وأيضا صلاة الضحى ورد فيها أيضا ذكر أخرجه النسائي في سننه والبخاري في الأدب المفرد، ليس في الصحيح وإنما في كتاب الأدب المفرد، وصححه بعض العلم وضعفه آخرون، ولكن من عمل به فلا بأس. وهو أنه يقول بعد صلاة الضحى اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، جاء هذا في حديث عند النسائي وعند البخاري في الأدب المفرد وصححه بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثم قال بعد ذلك اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فمن قالها بعد صلاة الضحى فلا بأس، ومن لم يقلها فلا بأس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.